بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على النبي المصطفى المجتبى محمد بن عبد الله. ثم أما بعد، إن شاء الله عز وجل اليوم بدنا ناخذ الـ conversion of amino acid إلى specialized product. الآن هذا الشابتر بإذن الله عز وجل بيخرجنا من مفهوم إنه الأمينو أسيد فقط استخدامها لمين؟ للبروتين. هتلاقي الأمينو أسيد بستخدمها في مثلا صناعة البيراميدين، البيراميدين مثلا زي الثايرو اليوراسيل، زي السيستين، زي الثايمين، أو مثلا في صناعة البيورين، تمام، زي الجوانين، زي الأدنوسين. بلاقي الأمينو أسيد بستخدمها في صناعة النيتريك أوكسايد، بلاقي الأمينو أسيد بستخدمها في صناعة النيورو ترانسميتر زي السيروتونين، زي الأسيتايل كولين. بلاقي الأمينو أسيد بستخدمها في صناعة الهيم، في صناعة الهيم تبعت الهيموغلوبين مثلا. بلاقي الأمينو أسيد بستخدمها في صناعة التايروس الثايرويد هرمون، تمام. سو الأمينو أسيد لها استخدامات كثيرة، تمام، واللي بيخلي لها انه لها استخدامات كثيرة انه انا في كل هذه الاستخدامات طبعا راح يكون برضو الشغل على النيتروجين اتوم، على مين؟ على النيتروجين اتوم. سو conversion of amino acid to specialized product. ومن اهم هذه السبيشالايزد بروتاكت هو مين؟ هو الهيم استراكشر. يا اخواننا المحترمين، هذا هو الهيم، هاد هو الهيم. طيب الهيم عباره عن ايش؟ عباره عن فرس، تمام، عباره عن فرس وعباره عن بروتوبورفيرين. بروتو، شفتوا بروتو جاي من كلمه بروتون مثلا، انا بقول بس للحفظ، فبنقول بروتون، لا بروتو بورفيرين. اذا بروتو بورفيرين زائد مجموعه الهيم هذه ايش حتعطيني؟ مجموعه الفرس حتعطيني الهيم، حتعطيني ايش؟ الهيم، تمام. الان طيب البروتو بورفيرين عباره عن ايش؟ عباره عن اربعه من الباي البورفيرين. البورفيرين هذه عباره عن ايش؟ عباره عن اربعه من الباي البايرول رينج، اربعه من ايش؟ اربعه من البايرول رينج، تمام. الان هذه الاربعه من البايرول رينج ترتبط كونكتد توجذر باي الميثيلين ريدجز، باي الايش؟ الميثيلين ريدجز. الان الحديد الفرس، تمام، بيصير له يا اخواننا كوميونيكيشن مع البروتوبورفيرين عن طريق ايش؟ الان عن طريق النيتروجين اتوم، عن طريق ايش؟ النيتروجين اتوم. بيصير التفاعل مع البورفيرين رينج مع البايرول رينج عن طريق النيتروجيناس النيتروجين اتوم، تمام. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. الان شايفين البورفيرين، البورفيرين يا اخوانا بيحتوي على اثنين فينيل جروب، يحتوي على اثنين بروبيونيك اسيد، اثنين بروبيونيك اسيد واثنين ميثيل جروب. اذا اثنين ميثيل جروب، اثنين بروبيونيك اسيد، اثنين فينيل جروب. حناخدها ان شاء الله عز وجل كيف يعني هذا باذن الله عز وجل. الان يا اخوانا الفانكشن اوف ذا هيم، الهيم عبارة عن إبروستاتيك جروب. إبروستاتيك إيش؟ جروب. إبروستاتيك جروب لمين؟ للهيموغلوبين، للمايوغلوبين، للسيتوكروم، للنيتريك أوكسيد سينثيز، للكاتاليز، للبيروكسايد، تمام. فإذا صناعة الهيم، طبعا الهيم ترتبط في المركبات عن طريق بروستاتيك جروب. المركبات طبعا البروتينات، يعني الهيم ترتبط في البروتين عن طريق بروستاتيك جروب. والله لو كان هذا البروتين جلوبين
ها حتعطين هيموجلوبين. طيب الآن وفي عندي مايوجلوبين والسيتوكروم بي 450، نايتريك أوكسايد، كاتاليز، بيروكسايد، تمام، بيروكسايديز. الآن بإذن الله عز وجل راح ننتقل إخواننا على الهيم ميتابوليزم. الآن بدنا نعرف شغلة مهمة جدا، يتم تصنيع الهيم في مكانين في الجسم فقط، اللي هو الليفر. خلينا بس لو نيجي على هذا السلايد، تمام، يتم تصنيع الهيم في الليفر، تمام، والإريثروسايت بروديوسينج سيل في البون مارو. إريثروسايت بروديوسينج سيل في البون مارو. الآن الليفر بصنع سيتوكروم بي 450 بروتين. إذن الليفر بصنع الهيم عشان يروح يصنع سيتوكروم، يشارك في تصنيع السيتوكروم بي 450 بروتين. لكن البون مارو يحتوي على إريثروسايت بروديوسينج سيل، هذه بتصنع which are active in hemoglobin synthesis، بتصنع الهيموجلوبين ايش سينتيز. وبالتالي 85 من كل الهيم الذي يصنع يحدث في الإريثرويد تيشوز. يحدث في وين؟ في الإريثرويد تيشوز. 85% من الهيم الذي يصنع يحدث وين يا اخواننا؟ يحدث في الإريثرويد تيشوز. الآن احنا قلنا التصنيع في الليفر عشان السيتوكروم بي 450. التصنيع في الليفر، the rate، معدل التصنيع في الليفر highly variable، بيكون مرة كتير مرة قليل مرة متوسط. طب ليش؟ عشان يا اخواننا الفلويسيتي في الديمان of the heme protein. يعني يا اخواننا انت عشان في تذبذب في الديمان في تبع الهيمو بروتين. كيف الان يا اخواننا قلنا انه الليفر بشارك بصنع الهيم عشان يروح يعمل سيتوكروم بي 450. السيتوكروم بي 450 هذا يا اخواننا ايش ماله؟ بخلص الجسم من بعض انواع الدراج. هل قد في بعض انواع الدراج ليس سوليوبل في الماء، فلما ترتبط مع السيتوكروم 400 بي 450 بتكون مور سوليوبل في الماء في الووتر، وبالتالي بتقدر اكسكريشن باي ذا يورين، الكليه بتقدر تخرجها باي ذا يورين. الان فلما هذا الدراج الانسان يشربه اكيد يحتاج الى سيتوكروم بي 450 كثير، وبالتالي يزداد تصنيع الهيم عشان يصير يصنع سيتوكروم بي 450. طيب لما الجسم يتخلص من الدراج خلاص حيبطل بده سيتوكروم بي 450، وبالتالي الهيم طبعا حيبطل بده بشكل كبير، وبالتالي الهيم حيقل التصنيع، تمام. لكن في البون مارو في الإريثرويد سيل في الإريثروسايد بروديوسينج سيل في البون مارو بيكون الهيم ريلاتيفلي كونستانت. تصنيع الهيم ليش كونستانت؟ طب ليش؟ عشان بتتم الماتشنج للريت اوف جلوبين سينثيز. ماتشنج للريت اوف جلوبين سينثيز يعني يا اخوانا بنفعش انت تصنع 100 من الجلوبين مع 3000 من الهيم. طب انت 100 من الهيم ارتبطت مع 100 مع من الجلوبين، طب والباقي وانا ودي اكبه؟ فبدها تعمل ماتشنج، يعني بدها توصل بين الهيم وبين الجلوبين، تمام. الان تصنيع الهيم اول خطوه واخر ثلاث خطوات من تصنيع الهيم بيكون في الميتوكوندريا. اعيد، اول خطوه واخر ثلاث خطوات من تصنيع الهيم بيكون في الميتوكوندريا، تمام. طب والانترميديت ستيب، الخطوات اللي بين الاولى وبين اخر ثلاث خطوات بتكون في السيتوسول. طيب الان الريد بلاد سيل تحتوي على ميتوكوندريا؟ لا، وبالتالي لا تستطيع الريد بلاد سيل انه تعمل تصنيع الهيم. اوكي، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. الان يا اخواننا المحترمين بدي اياكم تحفظوا ليك يعني كلمه مهمه جدا عشان ان شاء الله عز وجل يعني تتسهل عليكم. ايش هي الكلمه اللي هي جاز بح؟ حقيقة يا اخواننا لو الواحد وهو بده يولع الشمبار بيقول له ابنه بالله يروح جيب لي الكاز، تمام. حقيقة ابنه الصغير بيقول له بابا الكاز بح، بح يعني خلص، الكاز بح، تمام. حقيقة ايش ابوه بده يقول له؟ يو يعني انت، يو سبح، انت ايش
سبح، تمام؟ يو سبح. فاحنا بدنا نقول الكاز، اكتبوها عندكم، هتقولوا ليش هفهمكم. الكاز بح، الاب ايش هيقول له؟ يو يعني انت سبح، سبح، تمام. الان ايش يعني الكاز؟ يا اخواننا عشان الستيب بلخبطوا شويه في الاسامي، فاحنا بدنا نحفظ ايش يعني الكاز. انا اقول لكم الجي هذه عباره عن جلايسين، والاس هذه عباره عن السكسين الكو اي. اعمل كوندنسيشن للجلايسين والسكسين الكو اي بتعطيني امينو لوفيونوليك اسيد، يعني الآلة تعطيني ايش؟ الآلة. اذا شايفين هنا ايش بقول لي؟ كوندنسيشن اوف جلايسين وذ سكسين الكو اي بده يعطيني بيتا امينو لوفيونوليك اسيد، يعني الآلة امينو لوفيولينيك اسيد، لوفيولينيك اسيد. اذا بدك تقول لي الغاز جلايسين يتحد مع السكسينيل كو اي يعطيني ايش؟ الآلة امينو لوفيونوليك اسيد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. الان يا اخواننا المحترمين، تصنيع الآلة اللي هو امينو لوفيونوليك اسيد بده عن طريق انزيم آلة سينثيز. ايش اسمه الانزيم؟ آلة سينثيز. هذا الانزيم يا اخواننا المحترمين بده كو انزيم بايريدوكسال فوسفيت. ايش بده؟ البايريدوكسال فوسفيت فيتامين بي 6، الكو انزيم فيتامين بي 6. الان التفاعل الاول يحدث في الميتوكوندريا، اذا هذا التفاعل يحدث في الميتوكوندريا، هذا التفاعل يحدث في الميتوكوندريا، واول خطوه هي كومبيتد ستيب، هي الريجولاتوري، هي الكي ستيب، الكي ريجولاتوري ستيب، هي الكومبيتد ستيب، تمام؟ وهي بصير لها ريجوليشن. طب عن طريق، طب هريتنا نيجي بس خلينا قبل ما ننسى، الآلة سينتيز عبارة عن آيزومر، في آلة سينتيز واحد وفي آلة سينتيز اثنين. والله يا اخواننا الآلة سينتيز واحد، شايفين الواحد؟ شايفين زي كده؟ ها شايفين؟ كأنه بقول ليفر، كأنه ايش بقول لي؟ ليفر. طيب والآلة سينتيز اثنين، هاي الآلة والآلة سينتيز اثنين في البون مارو، هاي في البون مارو. ما هو مش احنا قلنا الليفر بصنع الهيم والبون مارو بصنع الهيم؟ اوكي، في البون مارو يحتوي آلة سينتيز اثنين، في الليفر، الليفر كأنه بقول لي الواحد يحتوي على آلة سينتيز واحد. الآن الانزيم هذا يا اخواننا الهيم والايرون بيعملوا له فيدباك انهيبيشن، يعني زيادة الهيم وزيادة الايرون بيعملوا له فيدباك انهيبيشن. طيب ايش؟ طبعا للآلة سينثيز طبعا. الان يا اخواننا المحترمين، لما الانسان ياخذ دواء، هذا الدواء يحتوي، يعني هذا الدواء عشان اتخلص منه بده لازم يرتبط في السيتوكروم بي 450 عشان يكون مور سوليوبل. الان فانا بحتاج كثير سيتوكروم يعني انا احتاجت كثير سيتوكروم 450، وبالتالي انت احتاجت كثير هيم، وبالتالي الهيم انت احتاجت كثير ايش؟ هيم، وبالتالي الهيم قل في البلاد، تمام؟ الهيم قل عندك، طيب، او في الليفر خلاص ناس، الهيم قل في الليفر. لما الهيم يا اخواننا المحترمين يقل في الليفر، الانهيبيتور، ما هو الهيم بيعمل انهيبيتور، الانهيبيتور على الآلة سينثيز راح، ها الانهيبيتور على الآلة سينثيز راح، فالآلة سينثيز صار له مور اكتيفيشن عشان يسوي مور هيم برودكت. اوكي تمام. الان طبعا اسمه هو بالكامل مايكروزومال سيتوكروم بي 450 مونو اوكسيجينيز، مونو ايش؟ اوكسيجينيز. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. هنا ايش بقول؟ ديكريز ليفل الهيم في الليفر، بيعمل انكريز لصناعه ايش اخواننا؟ الاله. طيب الان يا اخواننا المحترمين، لو واحد قال لي هذا يحدث في الميتوكوندريا والخطوه هذا اول ستيب، طب الستيب الثاني اكيد يا اخواننا يحدث في السيتوسول، فاذا حيقول لي
الآلة لازم أطلعها من الميتوكوندريا إلى السيتوزول. بقول لك صحيح. طب الآلة إيش اسمها؟ أمينو لفيونيليك أسيد. فالأمينو لفيونيليك أسيد بدي أطلعها وين؟ برا السيتوسول، برا السيتو، آسف، برا الميتوكوندريا. تمام. هجيت إحنا يا إخوانا المحترمين، إحنا إيش قلنا؟ إحنا قلنا الجاز باح. تمام. هلقيتي كل نيجي على ايش؟ على البي. هذه البي ايش بقول لي؟ اتنين طبعا هاي باح او البي. تمام. ايش بقول لي؟ في السيتوسول اتنين من الآلة بيعملوا لي كوندنسيشن توجذر عشان يعملوا لي ايش؟ بروفو بورفو بيلينوجين، بورفو بيلونوجين. ها احنا مش انا قلت لكم باح البي هذه؟ تمام. بورفو بيلينوجين البي هذه تكونت من كوندنسيشن اوف تو آلة. اعيد، البي هذه تكونت من كوندنسيشن اوف تو آلة. تمام. عن طريق انزيم ايش اسمه آلة دي هيدراتيز. ايش اسمه الانزيم يا اخوانا؟ مهم جدا، آلة دي هيدراتيز. طيب ليش سموه دي هيدراتيز؟ عشان ينزع، ها ينزع H2O. ينزع ايش؟ H2O. اذا تو آلة كوندنسيشن توجذر عن طريق آلة دي هيدراتيز الذي ينزع الووتر عشان يعطيني البي اللي هو بورفو بيلينوجين. الآن يا اخواننا مهم جدا انه تعرفوا لي آلة دي هيدراتيز very very sensitive للليد بيوزينينج، very very sensitive للرصاص للليد. تمام. هلقيت يا اخواننا لما يكون عندي ليد حيعمل للآلة دي هيدراتيز انهيبيتور. تمام. وبالتالي انت مش هتقدر تجمع تو آلة توجذر، وبالتالي الآلة راح يزيد في البلد، الآلة راح يزيد عندك. تمام. انا زيادة الآلة يعني من خطورتها يا اخواننا انه حيعمل لي انيميا. ليش؟ ما انت مش هتقدر تصنع هيم. تمام. بيعمل لي انيميا واكيوموليشن اوف ذا آلة. فالليد بيعمل انهيبيشن لمين؟ للآلة دي هيدراتيز. الآلة دي هيدراتيز امينو ليفيولينيك اسيد دي هيدراتيز، بيعطوني يا اخواننا كوندنسيشن تو آلة تقدر. شايفين؟ هلقيتي شايفين هاد اثنين يعني تو، وهذا هو الآلة، وهذا هو ايش؟ الآلة كوندنسيشن يا اخواننا دي هيدراتيز، يعني بيعطيني 2 H2O بطلعه برا، الناتج بورفو بيلينوجين. يا اخواننا قلنا التفاعل الاول الجلايسين مع السكسين الكو اي بدي يعطيني امينو ليفيونيليك اسيد. بس بدك تعرف شغله، انه عارفين يا اخواننا ايش الفرق؟ عارفين هذا التفاعل، هذا وهذا، ايش الفرق؟ ولا اشي. انه بقول لك بس، ها بقول لك بس انه الكو اي هادي، ها هادي شيلها، والكربوكسيليك جروب هادي يا اخواننا هادي شيلها بس. لما انت تشيل الكربوكسيليك جروب وتشيل هادي انت خلصت. كيف؟ هجيت انا شلت هادي وهادي الكو اي، بصير 1 2 3. شايفين؟ يعني لهيك تبع الساكسينيل، صح؟ لهيك هاد هيو، صح؟ هلقيتي بعديها هاد هو هيو، صح؟ اوكي. فا ايش انا عملت؟ كوندنسيشن عن طريق شلت يعني ديكربوكسيليز، يعني شلت CO2. اوكي تمام. والكو اي برضو طيرتها. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. الآن يا أخواننا المحترمين إيش بدي يصير؟ بدي أجيب أربع وحدات من البورفو بيلونوجين، إيش حيعطيني؟ إحنا قلنا الباح يعني أتش، صح؟ الأتش هذه الأتش شايفين؟ هيدروكسي مثل بيلان. إذن أربعة
كوندنسيشن اوف بورفوبيلينوجين. يعني بورفوبيلينوجين بورفوبيلينوجين بورفوبيلينوجين، اربع من البورفوبيلينوجين عمليه كوندنسيشن حيعطيني هيدروكسي ميثيل بيلان عن طريق هيدروكسي ميثيل بيلان سينثيز، عن طريق هيدروكسي ميثيل بيلان سينثيز. تمام، الهيدروكسي ميثيل بيلان سينثيز بده يا اخواننا يعمل له سايكليجين، يعني تمام عشان يصير رينج. تمام، وبعد ما يعملوا يا اخواننا محترمين سايكليجين بده يعني ايزوميريشن سايكليجين عشان هرقيتي يعني رينك كلوجر، عشان هرقيتي احنا قلنا يعني ابنك ايش قال؟ جاز جاز بح، ايش دخل تقول له يو؟ ها يو يو يعني انت. يعني الهيدروكسي مثل بيلان حيعطيني يورو يورو بورفيرينوجين، يورو بورفيري بورفيرينوجين يورو بورفيرينوجين. طب كيف الهيدروكسي مثل بيلان بده يعطيني بورفوبيرينوجين؟ انه هذه الرنج بدها تتسكر، الرن ده تتسكر وايزوميريشن. طيب الانزيم اللي بيعمل هذا الاشي، انت صنعت يورو بورفيرينوجين، الانزيم يورو بورفيرينوجين سينثيز، يورو بورفيرينوجين ايش سينثيز. طبعا يورو بورفيرينوجين سينثيز ثلاثة، تمام هيو يورو بورفيرينوجين سينثيز ايش اخوانا محترمين ثلاثة. تمام تمام، الآن يا أخوانا المحترمين بس هنا في خطوة مشيولة، هان الآن حقولها بإذن الله عز وجل. هلقيتي بدك تقول له يو سبح س سي، يعني يو سبح صح؟ مش كده سبح؟ تمام، إذن يو يا أخوانا من اليو بور فيرين وجين ثلاثة بدك تحول إلى كوب رو، أفعل كوبرا كوبرو بيرفيرينوجين. إذن من اليو يو سبح، من اليو بورفيرينوجين حولها إلى كوبرو بورفيرينوجين. هل قلت يا إخواننا كيف؟ أنا يا إخواننا في اليورو بورفيرينوجين كان في عندي أسيتيل أسيتيل جروب أسيتيل جروب، في الكوبرو بورفيرينوجين حتتحول إلى ميثيل جروب مثل جروب. الاسيتيل جروب يعني درتين من ايش؟ من الكربون. طب مثل جروب يعني ذره من الكربون، فانت لما بدك تحول اسيتيل الى مثل بدك تعمل دي كاربوكسيليز. دي كاربوكسيليز كيف يعني يا اخواننا؟ الان يورو بورفيرينوجين 3 اتحول الى كوبرو بورفيرينوجين 3 عن طريق دي كاربوكسيليز الى اربع ذرات كربون. دي كاربوكسيليز، طب ايش اسمه الانزيم؟ انت عملت دي كاربوكسيليشن لليورو بورفيرينوجين، اسمه الانزيم يورو بورفيرينوجين دي كاربوكسيليز. هلقيت يا اخوانا شايفين شايفين هذه ها اسيتيل كو اي، هيها اسيتيل كو اي اسيتيل كو اي اسيتيل كو اي اسيتيل كو اي، وهي الاسيتيل كو اي. طبعا انا لغيتها مش الاسيتيل كو اي، يعني الفوق الخط هو الاسيتيل كو اي. تمام تمام، الان الاسيتيل كو اي شلت يا اخواننا مين؟ شلت هذه، يعني عملت دي كاربوكسيليز فصارت مثل جروب مثل جروب. تمام، فصارت ماذا؟ مثل جروب مثل جروب. فاليورو بورفيرينوجين صار مثل جروب الى كوبرو بورفيرينوجين. الان بدك تعرف الكوبرو بورفيرينوجين تمام عبر انزيم، هلقيتي عشان نفهم بس نفهم، هلقيتي هاد ايش هاد يا اخواننا؟ بروبيونيل بروبيونيليك اسيد، اسمها بروبيونيليك اسيد، وهاد بروبيونيليك اسيد، وهاد بروبيونيليك اسيد، وهاد بروبيونيليك اسيد. تمام، البروبيونيليك اسيد حولتها الى فينيل اسيد، فينيل اسيد
فين بس حوالي التنتين، تمام؟ اذا بدك تعمل دي كاربوكسيليز لتنتين، دي كاربوكسيليز لمين؟ لتنتين، وتخلي تنتين. ايش يعني؟ يعني البروبيونيليك اسيد بدك تحولها لفينيل اسيد، البروبيونيليك اسيد حولها لايش؟ لفينيل اسيد. ايش يعني؟ يعني اعمل لي دي كاربوكسيليجن، دي كاربوكسيليج. ومش بس كده، الفينيل اسيد يا اخواننا، الفينيل شايفين تحتوي على دبل بوند، تحتوي على دبل بوند. يعني ايش بدك تعمل؟ يعني بدك تعمل اوكسيديشن، بدك تعمل يا اخوانا اوكسيديشن عشان تكون دبل بوند. فانا بدي انزيم يعمل لي اوكسيديشن وكمان دي كاربوكسيليشن عشان من الكوبرو بورفيرينوجين الى ايش الابراد يو لابنو يو سبح سبح، يعني كوبرو بورفيرينوجين سب بي بي، يعني بي اللي هو بروتو بورفيرينوجين 9، بروتو بورفيرينوجين 9، تمام؟ البروتو بورفيرينوجين برضو عن طريق الأوكسيديز حيتحول إلى بروتو بورفيرينوجين إلى بروتو بورفيرين 9. طبعا هنا هذه الخطوة هان اللي هي بورفيرينوجين جين، بعديها اتحول إلى بورفيرين، اتحول إلى ماذا؟ بورفيرين. طيب يا أخواننا المحترمين، مش أنا قلت لكم آخر ثلاث خطوات بتكون في الميتوكوندريا؟ طب نيجي نكتب كلمة سبح، أو هاي سبح، س بعديها بح، صح؟ مش كده؟ تمام. إذن يا أخواننا المحترمين، هلقيتي عشان يتحول من، طبعا وفي كمان بي، عشان يتحول من الكوبرو بورفيرينوجين إلى بروتو بورفيرينوجين لازم يطلع برا الميتوكوندريا، لازم يطلع برا السيتوسول ويدخل على الميتوكوندريا. يدخل وين؟ على الميتوكوندريا، تمام؟ إذا الكوبرو بورفيرينوجين بده يصير له يا أخواننا أوكسيدايز، أوكسيدايز ليش؟ عشان أخسر 2 CO2 وأعمل دبل بوند، وأعمل دبل بوند عشان يعطيني بروتو بورفيرينوجين، بروتو بورفيرينوجين. وهذه الخطوة لازم تحدث في الميتوكوندريا. الآن البروتو بورفيرينوجين بده يصير له كمان أوكسيدايز عشان يا أخواننا يعمل لي بريدجينج بين الميثيلين جروب، يعمل لي ماذا؟ بريدجينج بتوين إيش؟ الميثيلين جروب، عشان يا أخواننا المحترمين يصير من بروتو بورفيرينوجين إلى بورفيرين، إلى بورفيرين. الآن البروتو بورفيرين، ها البروتو بورفيرين حيرتبط مع الهيم حيرتبط مع الفرس ويعطيني مين؟ الهيم. اذا البروتو بورفيرين حيرتبط مع الحديد ويعطيني الهيم، ويعطيني ايش؟ الهيم عن طريق الفيرو، الفيروكيلاكتيز، كيلاتيز، الفيروكيلاتيز. اذا البروتوبورفيرين، البروتوبورفيرين 9 يرتبط مع الفرس عشان يعطيني الفيروكيلاتيز. الفيروكيلاتيز برضه الليد بيعمل له انهيبيشن، الليد بيعمل للفيروكيلاتيز انهيبيشن. واحنا قلنا الليد برضه بيعمل انهيبيشن لمين؟ للامينو ليفيونيليك اسيد دي هيدراتيز، آلة دي هيدراتيز اللي حيعمل تجميع 2 من الآلة عشان يعطوني الهيدروكسي مثل بيلا، بيلان، هيدروكسي مثل ايش؟ بيلان. هو الاسماء شويه صعبه. الان يا اخوانا لما انت تلاقي بروتو بورفيرين ان يعني كلر، وبروتو بورفيرينو جين يعني كلر ليس، تمام؟ بقول لي الحديد بيرتبط مع الهيم، بيرتبط مع بروتو بورفيرين عشان يعطيني الهيم عن طريق فيروكيلاتيز. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. يعني نرجع يا اخوانا، كلمه غاز بح يو سبح، وفي اتشز يو سبح. الغاز
يعني الجلايسين مع ساكسينيل كو اي حيعطيني امينو لوفيونيليك اسيد. الامينو لوفيونيليك اسيد، اثنين من الامينو لوفيونيليك اسيد حتعطيني امينو لوفيونيليك اسيد، حتعطيني بورفو بيلينوجين. السب ها غاز باح. هلقيتي بورفو بيلونيجين يا اخواننا، اربعة من البورفو بيلونيجين اعطاني ايش؟ هيدروكسي مثل بيلان، هيدروكسي مثل بيلان. الان الهيدروكسي مثل بيلان الابو حيقول يسبح. الهيدروكسي مثل بيلان اعطاني يورو بورفيرينوجين، اليورو بورفيرينوجين اتحولت لكوبرو بورفيرينوجين، الكوبرو بورفيرينوجين اتحولت الى بروتو بورفيرينوجين، والبروتو بورفيرينوجين اتحولت الى بروتو بورفيرين، والبروتو بورفيرين في النهاية اعطتني ايش؟ الهيم. وقلنا هدول الخطوات بكونوا في الميتوكوندريا. ما هو يا اخوانا هذه الخطوة كأنها خطوة واحدة، فهدول الخطوات تاعت اليو سبح تبعت سبح، مش اليو لا تبعت سبح، يعني اخر كلمة سبح بتحدث في الميتوكوندريا، واول خطوة بتحدث برضو في الميتوكوندريا. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. هل قلت يا اخواننا عملية الديجراديشن، عملية تكسير الهيم يا اخواننا، ديجراديشن اوف ذا هيم يا اخواننا، هذه العملية انه الهيم هيدروفوبيك، الهيم هيدروفوبيك، فأنا بدي أحوله إلى هيدروفيلك، بدي أحول الهيم إلى هيدروفيلك يعني مور ووتر سوليبل، فبالتالي بدي أحول الهيم إلى بيليروبين، فالبيليروبين يعني هيدروفيلك نوعا ما، تمام؟ فيعني بدي أحمل ال هو مش هيدروفوبيك، اسف جدا جدا يا اخوانا. هلقيتي الفكره انه الهيم لما يتكسر بتحول الى بيليروبين، اسف جدا معلش، الهيم لما بتكسر بتحول الى بيليروبين. الان البيليروبين هيدروفوبيك، طيب الهيدروفوبيك لا يدوب في الماء، واي شيء لا يدوب في الماء وطبعا وهيدروفوبيك غير انه لا يدوب في الماء يا اخوانا، انه يعني المولوكيولا ويت تبعته عالي جدا، فالكدي ما بتقدر تتخلص منه على الفاضي، قد ما هذا الكدي مش حتقدر تتخلص منه في اليورين. لماذا؟ لانه لا يدوب في الماء. طب ايش بدي اسوي يا اخواننا؟ بدي اعمل ديجراديشن للهيم. الهيم اللي بيصير له ديجراديشن 85% من اصلا 85% من الهيم اللي بيصير له ديجراديشن هو عن طريق الهيموجلوبين، الهيموجلوبين الموجود في الريد بلاد سيل. فالريد بلاد سيل لما تكبر، الريد بلاد سيل لما تكبر في العمر اكيد حتتكسر، هتتكسر هتعطيني طبعا هيم، هيموجلوبين. الهيموجلوبين لما يتكسر هيعطيني جلوبين وهيم. ال 85% الناتج من تكسير الهيم هو من مين؟ من الريد بلاد سيل. هلقيتي اللي بيكسر الريد بلاد سيل هو الفاجوسايتوسيس، اللي بيكسر الريد بلاد سيل هو الفاجوسايتوسيس او الفاجوسايتوتيك عن طريق الماكروفاج. اذا الماكروفاج بتعمل فاجوسايتوتيك للريد بلاد سيل عشان تكسرها. طيب ايش هي؟ اللي هو مونو نيوكليار فاجوسايتوتيك سيستم، من نوع ايش؟ مونو نيوكليار فاجوسايتوتيك سيستم. الماكروفاج من نوع مونو نيوكليار فاجوسايتوتيك سيستم، يتم تكسير الهيم او يتم تكسير بالاحرى الريد بلاد سيل في مكانين، في السبلين وفي الليفر. يتم تكسير الريد بلاد سيل في السبلين وفي الليفر، ودورة حياة الريد بلاد سيل 120 يوم. طيب سؤال على الهامش اللي بقول ليش 120 يوم؟ عشان الريد بلاد سيل يا اخوانا بتكون لاكتيك اسيد، واللاكتيك اسيد يا اخوانا سام. اللاكتيك اسيد ايش؟ سام. بيعمل او يعني القصة مش انه سام، القصة انه بيعمل بيدمر الممبرين، تمام؟ بيعمل دمج للممبرين. طب الريد بلاد سيل يا اخوانا ما في عندها النيوكلياس ودي ان اي اللي تعمل ريجينيريشن للممبرين، فشوي شوي شوي بعد 120 يوم تفقع وتموت. الان هلقيتي انا ايش بدي اسوي يا اخواننا؟ انا المونو النيوكليار فاجوسايتوتيك سيستم، تمام،
هدول بتعمل فاق وستوتك لديت ابراج صلب. فبالنهايه حتعطيني الالهام، حتعطيني ايش بالنهايه؟ الهام بعد الفاق وستوتك حيعطيني ايش؟ الهام. هقيت اخوان انا بدي اعمل اوكسيديشن للهيم، بدي اعمل ماذا؟ اوكسيديشن للالهام. هلقيت ليش؟ عشان بدي اخلي الرنج تفتح. ما هو يا اخوانا انت فرق عشان تقدر تكسر، فانا يا اخوانا بدي اخلي الرنج تفتح، بدي اخلي الرنج تفتح. طيب ايش بدي اسوي؟ بدي اعمل اوكسيديشن للميثيل جروب بريدجز هدول، تمام. بدي اعمل اوكسيديشن للميثيل جروب ايش؟ بريدجز، تمام. الامر الثاني بدي اعمل اوكسيديشن للهيم للفرس. يعني انا عملت هذه الخطوه، عملت اوكسيديشن، يعني اف اي بوزيتيف 2 صارت اف اي بوزيتيف 3، هنا اوكسيديشن. ثاني شيء يا اخواننا اوكسيديشن للميثينيل جروب بريدجز، تمام، للميثينيل ايش؟ بريدجز، اوكسيديشن لحاجتين. يعني هذه الخطوه بدها تو اوكسيديشن. ايش عن طريق الهيم؟ ايش اسمه الانزيم؟ الهيم اوكسجينيز سيستم. ايش اسمه الانزيم؟ الهيم اوكسجينيز سيستم. طب هذه الخطوه ايش حتعطيني يا اخواننا؟ حتعطيني بيليفيردين. حتعطيني ماذا؟ البيلي فيردن. يعني الهيم عملت له اوكسيديشن اعطاني ايش؟ بيلي فيردن، اعطاني بيلي فيردن. شايفين هاي الهيم صار له هيم اوكسيديشن، اعطاني بيلي فيردن، اعطاني ماذا؟ بيلي فيردن. الان بدي يا اخواننا المحترمين، حكيت انا ضفت او اتشز، فانا بدي يا اخواننا الناد اتشز عشان تتحول الى ناد اتش. يعني هلقيتي وهي شايفين نتج ايش؟ اف اي 3. هلقيتي اخواننا مهم جدا انه ينتج كربون مونوكسيد في هذا التفاعل، وفي هذا التفاعل هو التفاعل الوحيد في الجسم الذي ينتج عنه كربون مونوكسيد هو تحويل الهيم لبيليفيردين. هذا التفاعل يا اخواننا ينتج كربون مونوكسيد. هلقيتي اخواننا مش انا قلت بدي الميثيلين بريدجز بدي اضيف عليها او اتشز، بدي اضيف او اتشز للميثيلين بريدجز. طب الاو اجت من الاكسجين، طب والاتش اكيد بدي ككو انزيم ناد بي اتشز، ناد بي اتشز. اذا تحويل الهيم الى بيليفيردين، طبعا من وين اجى الهيم؟ اجى من الريد بلاد سيل. الريد بلاد سيل اتكسرت، لما اتكسرت عن طريق المونو انيوكليار فاجوسايتوتيك، تمام. لما تكسرت اعطت لي الهيم. هلقيت الهيم بدي اعمل الرينج، بدي افتحها، مش هنا يا اخواننا، هذه الرينج بدي ايش؟ بدي افتحها عن طريق بدي اكسد هاد واكسد الميثيلين بريدجز، بدي اكسد هاد واكسد ايش؟ الميثيلين بريدجز. هي هذا البريدج، هذا وهذا، بدي اكسد الميثيلين بريدجز. فلما تخيل لما انا اكسد الميثيلين، طبعا شايفين هدول لما افتحهن حتصير زي كده، الهيم حيصير ايش؟ بليفيردين. شايف انفتحن، هو كان هادي مجتمع مع هادي، تمام. والاف اي موجب 2 لما اكسدته صار اف اي موجب 3، لما صار اف اي موجب 3 بطل مرتبط في الهيم، فيعني طلع من الهيم، طلع من الهيم، فعشان كده فتحت هذا. الآن وهذا التفاعل أنتج الكربون مونوكسيد، هو التفاعل الوحيد الذي أنتج كربون مونوكسيد. يعني إيش اسمه الإنزيم؟ أنا إيش سويت؟ عملت للهيم أوكسيديشن، فأنا إيش اسمه الإنزيم؟ هيم أوكسيجينيز، هيم أوكسيجينيز، تمام. اللهم صل وبارك على نبينا محمد. الان كليفج اوف بورفيرين رينج بتعطيني اف اي موجب 3، بتعطيني كربون مونوكسيد، وهو الشيء الوحيد في الجسم اللي بيكون كربون مونوكسيد، بيكون بعديها بيلي فيردن. الان يا اخواننا المحترمين، هلقيتي البيلي فيردن؟ شايفين البيلي فيردن بس اعمل له ريدكشن، ايش بيعطيني؟ بيلي روبن. اذا البيلي فيردن اعمل له ريدكشن بيعطيني ايش؟ بيلي روبن بس فقط. الان البيلي فيردن يا اخواننا المحترمين عن طريق بيلي فيردن ريدكتيز، خلينا نقرب بس الصوره. البيلي فيردن عن طريق بيلي فيردن ريدكتيز هيتحول الى بيلي روبن،
هيتحول الى بيلي روبن. طب كيف؟ شايفين يا اخوانا مش هنا في دبل بوند صح؟ هي هذه اعملي لها ريدكشن، شايفين كيف صارت؟ تمام، هنا كانت دبل بوند، اعملي لها ريدكشن كذا، فالبيلي فيردن لما تعمل له ريدكشن حيصير ايش؟ بيلي روبن. تمام، اللهم صل وبارك على نبينا محمد، حيصير بيلي روبن عن طريق بيلي فيردن ريدكتيز. اذا الناند بي اتشز حتتحول الى ناند بي بوزيتيف. الان هدول الخطوتين شايفين يا اخواننا، شايفين بتحدد في الماكروفيج، حتى كاتبين لك هنا الاسم ماكروفيج. هدول الخطوتين اللي هو من الهيم الى بيلي فيردن ومن البيلي فيردن الى بيلي روبن. الان لقيتي مثلا صار التكسير في السبلين، صار التكسير ماذا؟ في السبلين. الان طبعا الريد بلاد سيل بتتكسر في السبلين، لما تكسرت في السبلين طبعا عن طريق الماكروفاج مونو نيوكليار فاجوس اسوسك سيستم اتحول بليفيردن، والبليفيردن الدكتيز اتحول الى بيليروبين. الان يا اخواننا البيليروبين، ها البيليروبين عباره عن هيدروفوبيك، هيدرو ايش؟ فوبيك. طيب انا الكدني مش هتقدر تتخلص منه، وبالتالي لازم اوديه على الليفر عشان يخليه مور سوليوبل في الووتر، مور سوليوبل في الووتر. تمام، هلقيتي البيليروبين عشان انا انقله من الماكروفيج للليفر يا اخوانا بدي له ناقل. ليش؟ عشان البيليروبين لا يدوب في الماء، هيدروفوبيك، وبالتالي بدي الالبومين عشان ينقله، بدي ايش؟ الالبومين عشان ينقل البيليروبين. فاذا البيليروبين بنتقل من الماكروفيجز تبعت السبلين الى الليفر، هاي شايفين الليفر، عن طريق الالبومين. طبعا اول ما البيليروبين يصل على الليفر اذا الالبومين راح ينفصل عنه. طيب هذه الخطوه يا اخواننا فيري امبورتنت. ليش؟ عشان يا اخواننا في بعض الادويه بترتبط في الالبومين، لما ترتبط في الالبومين حيخلص الالبومين اللي في الجسم، تمام، او حيقل بشكل يعني حتقل الفري البومين، وبالتالي البيليروبين مش حيقدر يرتبط في ايش؟ الالبومين. تمام، البيليروبين مش حيقدر يرتبط في الالبومين، وعشان يا اخواننا المحترمين انه البيليروبين هيدروفوبيك فبيقدر يخترق الممبرين. طيب واذا اخترق الممبرين تبع البلاد برين بلاد بارير هيعمل دمج في سنتر نيرفوس سيستم، هذا الدمج في السنتر نيرفوس سيستم بنسميه كيرنكتيراس، كيرنكتيراس. هل قلت هذا ايش الكيرنكتيراس؟ دمج في السنتر نيرفوس سيستم عن طريق انه البيليروبين دخل وعمل دمج. طب كيف البيليروبين دخل؟ عشان البيليروبين بطل متحمل على الالبومين. طب ليش بطل متحمل على الالبومين؟ عشان في واحد اخذ طبعا هذا يا اخوانا المرض بيكون منتشر في الانفنت، في الصغار، تمام. ف اذا انت اعطيت الصغير ساليسيليت او سلفوناميد هدول يا اخوانا حتتربط في البيليروبين حتتربط في الالبومين، وبالتالي حتعمل ديسبليس للبيليروبين. حتعمل ايش يعني؟ حتيجي هذه الادويه للالبومين وتطرد البيليروبين وهي ترتبط مكانها. تمام، الان يا اخوانا البيليفيردين عبارة عن يا اخواننا يلو، لكن البيليروبين يا اخواننا اسف جدا جدا جدا، البيليفيردين عبارة عن جرين اخضر، حتى هاي اللون، تمام، لكن البيليروبين عبارة عن يلو. البيليروبين عبارة عن ايش؟ يلو. عبارة عن ماذا؟ عن يلو. لكن البيليفيردين عبارة عن يلو، البيليفيردين عبارة عن جرين، اسف جدا، البيليفيردين اخضر، البيليروبين يلو، البيليروبين يلو، البيليفيردين اخضر. الان البيليروبين يا اخواننا المحترمين بنسميه ان كونجوكيت بيليروبين او اندايركت بيليروبين، او اندايركت ايش؟ بيليروبين. والبيليروبين سلايتلي سوليوبل في البلازما، يعني هو ايش؟ هيدروفوبيك، يعني لا يدوب في الـ في الـ في البلازما، وبالتالي لازم احمله في الالبومين عشان ايش؟ يروح من السبلين عبر البلاد عشان ينتقل لمين؟ للليفر. اذا البيليروبين اصفر، البيليفيردين اخضر، اوكي
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وعرفنا ايش مرض الكير نكترس. الان يا اخواننا المحترمين، البيلي روبين اجى على الليفر، شغل الليفر يحوله من ليس سوليوبل في الميه الى مور سوليوبل. هلقيت البيلي روبين بصير له يا اخواننا بيرتبط، بصير له كونجوكيشن، بيرتبط في الجلوكيورونيك اسيد، في الجلوكيورونيك اسيد. كل واحد بيلي روبين بيرتبط فيه اثنين جلوكيورونيك اسيد. الان ف بتحول الى بيليروبين داي جلوكيورونايد، بيليروبين داي جلوكيورونايد. اذا من بيليروبين اتحول عن طريق عمليه بنسميها الكونجوجيشن الى بيليروبين داي جلوكيورونايد. الان شايفين صار من ليس سوليوبل الى الى مور سوليوبل. طيب هذه العمليه اللي خلت بيليروبين يرتبط فيه، يعني صار بيليروبين داي جلوكيورونايد، بنسميها كونجوكيشن. شايفين هو هنا كونجوكيتد، كونجوكيتد بيليروبين، كونجوكيتد بيليروبين. لما تقول لي كونجوكيتد بيليروبين يعني دايركت بيليروبين، دايركت بيليروبين. لكن لما البيليروبين هنا يا اخواننا يكون فري، يكون فري، هتقول لي اندايركت ان كونجوكيتد. طب مش كان البيليروبين، ها مش كان البيليروبين مرتبط مع الالبومين؟ ليش قلت لي غادت لما ارتبط مع الداي جلوكيورونايد قلت لي عنه كونجوكيتد، وهنا لما ارتبط مع الالبومين قلت لي عنه مش كونجوكيتد؟ عشان يا اخوانا لما ارتبط بالجلوكيورونايد ارتبط بشكل تام، يعني مش حينفك، لكن هنا بس ارتبط عشان بس ينتقل، تمام؟ يعني هنا ان كونجوكيتد مع انه بيرتبط بالالبومين، بس يا عمي هذا بس ناقل، بس حامل، ما تفاعلش مع الالبومين، تمام؟ لكن غاد تفاعل مع الجلوكيورونايد، فهمنا؟ يعني غاد كونجوكيشن يعني دايركت. اما هنا في الكومبلكس ان كونجوكيشن يعني ايش؟ ان دايركت، ان دايركت. ما هو ان كونجوكيشن ان دايركت، كونجوكيشن دايركت. طيب ايش الانزيم اللي ربط البيروبين مع الداي جلوكيورونيك اسيد؟ اللي هو يو دي بي جلوكيورونيل ترانسفيريز، يو دي بي جلوكيورونيل ترانسفيريز، يو دي بي جلوكيورونيل ترانسفيريز. بعد كده البيروبين داي جلوكيورونايد بينتقل الى بايل كاناليكيولاي. يا اخواننا هذه العمليه اكتيف ترانسبورت، يعني عكس الاجينست جريدينت. يا اخواننا بتحتاج طاقه وجهد لما انت تنقل البيليروبين من الليفر الى بايل كاناليكيولاي، عمليه صعبه، تمام؟ اند ذن الى بعديها يا اخواننا الى البايل، تمام؟ ما هو ليش الى البايل؟ عشان يا اخواننا تروح للجات، عشان لو انها تروح للجات، تمام. الان هذه العمليه يا اخواننا بدها انرجي ديبندنت، وهي عباره عن ريت ليميتنج ستيب، وهي سسكسبل تو امبير امبيرمنت ليفر ديزيز. امبيرمنت ايش؟ ليفر ديزيز. يعني يا اخواننا لما يكون انا عندي ليفر ديزيز، هذه العمليه حصير فيها امبيرمنت، حصير فيها ايش؟ امبيرمنت. هي ريت ليميتنج ستيب، انرجي ديبندنت. يعني يا اخواننا اصلا لما يصير خلل في الليفر انا مش حقدر اتخلص في البيلي روبين، من البيلي روبين، اوكي؟ تمام. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. الان البيلي روبين، ها البيلي روبين داي جلوكيورونايد من البايل راح للجات، تمام. هلقيت يا اخواننا في الجات في بكتيريا، في ايش؟ بكتيريا. هذه البكتيريا بتحوله من بيليروبين داي جلوكيورونايد الى يوروبيلينوجين، يوروبيلينوجين او بيلينوجين. بتحوله من بيليروبين داي جلوكيورونايد الى يوروبيلينوجين، الى يوروبيلينوجين، الى يوروبيلينوجين. هذه العمليه وين بيصير؟ في القط. هذه العمليه بتحتاج الى البكتيريا الموجود في القط. هذه العمليه عباره عن ريدكشن للبيليروبين داي جلوكيورونايد وهيدروليسز. اذا هيدروليسز اند ريدكشن للبيليروبين داي جلوكيورونايد، بيحولوا الى يوروبيلينوجين. الان في القط بيصير برضو اوكسيديشن، بيصير اوكسيديشن لليوروبيلينوجين عشان يتحول الى ستيركوبيلين، ستيركوبيلين، ستيركوبيلين. اذا في القط
بتحول من اليوروبيلينوجين الى استيركوبيلين عبر المور اوكسيديشن. الاستيركوبيلين هو بيعطي الفيسز اللون البراون. اذا الاستيركوبيلين هو بيعطي الفيسز اللون البراون. هل جيت يا اخواننا انا اليوروبيلينوجين مثلا نقول صار له اوكسيديشن 90%، ها الموست اوف يوروبيلينوجين بيصير له اوكسيديشن. طيب والباقي ال10% اخواننا بتروح على البورتال بلاد، ها ري ابسوربشن. ما هوش القط بتعمل يا اخوانا ري ابس، ما هو ممكن تخرشه بالفيسز وممكن تعمله ري ابسوربشن، فبتعمل 10% الى اليوروبيلينوجين ري ابسوربشن. بعديها بتوديه لوين؟ للبورتال بلاد. بتوديه للبورتال بلاد، في البورتال بلاد بصير له حاجتين، اما بكمل وبروح للليفر، تمام، يعني في البورتال بروح للليفر، ومن الليفر مش احنا قلنا الليفر بوديه للبايل. طيب ومن الليفر يا اخواننا المحترمين بيعمل له ري اكسكريشن للبايل، ري اكسكريشن للبايل يعني بوديه تاني عشان يطلعه للبايل، تمام. اذا اجاني من القط ومن القط راح للليفر، فالقط ايش اسمها؟ انتيرو والليفر هيباتيك، فصارت انتيرو هيباتيك يوروبيلينوجين سايكل. يعني العشرة في المية يعني مثلا اليوروبيلينوجين نعتبر مثلا 80 جزء، مثلا قول خمس مثلا 72 جزء، 72 جزء يا اخواننا صارت له اوكسيديشن، فتحولت من اليوروبيلينوجين الى ستيركوبيلينوجين وروح على الفيسز واعطاني الفيسز البراون. طيب ال8% القطع عملت ري ابسوربشن لليوروبيلينوجين وودتها على البورتال بلاد. البورتال بلاد موجود 8% من اليوروبيلينوجين، 4 راحن على الليفر، راحن على الليفر طبعا من البورتال للليفر، ومن الليفر راحن على البايل، عشان من البايل ها تروح على القط. فهذه العملية سميناها انتيرو هيباتيك يوروبيلينوجين سايكل. طيب والأربعة التانيات راحن يا اخواننا على الكدني، من البلاد على الكدني، يعني 4 من البورتال على الليفر وأربعة من البورتال للبلاد للكدني. لوين؟ للكدني. في الكدني يا أخواننا حيتحول إلى اليوروبيلينوجين إلى يوروبيلين، ها اليوروبيلينوجين إلى اليوروبيلين، واليوروبيلين هو اللي بيعطي اليالو كرر لليورين. اليوروبيلين هو اللي بيعطي اليالو كرر لليورين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. بهيك بإذن الله جل في علا بكون تقريبا أنهينا صناعة وتكسير الهيم. إن شاء الله عز وجل في فيديو قادم نشوف الكاتيكولامين يعني الصناعات الثانية. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.